بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتتكلم على الشجاعة في الحياة. الشجاعة يا جماعة شباب كتير فاكرين على العضلات وإزاي تضرب وإزاي تعافر لا 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 لا، الشجاعة حاجة تانية، حاجة تانية أكبر بكتير. الشجاعة أن أنت تقول رأي وإنت والناس تصدقك وتنفذه، وبعدين أنت تكتشف أن الرأي ده غلط. ها يا بطل بقى، تقدر تطلع وتقول على فكرة أنا قلت غلط والرأي الصحيح كذا؟ صعبة مش كده؟ اتنين عملوها، صعبة جدا على فكرة. ليه؟ لأن بقت في ناس ماشية وراك، لأن بقى في ناس بتسقف لك على اللي أنت قلته، بس أنت مقتنع أن اللي قلته غلط. هل عندك الشجاعة والبطولة أنك تطلع وتقول أنا قلت غلط والصح كذا؟ أنتوني فلو. مين أنتوني فلو ده؟ أنتوني فلو ده أستاذ علم الإلحاد، يعني مش هو أول واحد يتكلم في الإلحاد، بس هو اللي حط منهجية ليه تبقى ملحد بمنهج علمي. محدش عمل جه قبل كده، كله بيتكلم كلام فاضي. جه أنتوني فلو ده وقام حاطط منهج علمي للإلحاد. ليه أنا مش مؤمن بربنا؟ عشان بالعلم 1 2 3 4 5 6، ومشي الناس بقى ورا أنتوني فلو، بقى هو إيه بقى أستاذ الإلحاد. وبعد كده أنتوني فلو قعد مع نفسه وبدأ يراجع الموضوع، في حاجة غلط، اللي أنا بقوله في حاجة غلط، في حاجات بدأت أرصدها لما نضجت شوية وكبرت، في حاجة غلط. وأما ألف كتاب جديد اسمه رحلة عقل. أما اسم الكتاب جامل بشوية، وقال في مقدمة الكتاب أعتذر عن كل أفكاري السابقة فكلها خاطئة، أنا مؤمن الآن بوجود الله، والأسباب هي نفس الأسباب العلمية اللي أثبتت بيها الإلحاد، سأستخدم نفس المنهج العلمي لأثبت وجود الله في هذا الكتاب. أما حتة كتاب يا جماعة، اتكلم إن إزاي قانون الصدفة، إن الكون ده حصل صدفة، ده كلام مجنون. إنك تقول لي إن الكون ده اتعمل صدفة، وهو صاحب فكرة تخيلوا إن في 10 شمبانزي جبنا لهم كمبيوتر وقعدوا قدام الكمبيوتر يلعبوا كده يخبطوا، فقاموا طلعوا قوانين إسحاق نيوتن، وبعدين قعدوا على الكمبيوتر يخبطوا يلعبوا، قاموا مطلعين قوانين مش عارف بتاعة مين، وبعدين قعدوا يخبطوا قاموا مطلعين كتاب لشكسبير، وبعدين خبطوا طلعوا نوتة الموسيقية لبيتهوفن. حد يصدق الكلام دون؟ فقال لهم ده أثبات علمي، قانون الصدفة لا يمكن يوجد الحياة، لابد من موجد للحياة، أنا مؤمن بوجود الله. إيه ده؟ الراجل العبقري ده، الشجاعة دي النفسية. ومات أنتوني فلو وهو مؤمن بوجود الله. طب مين التاني اللي عمل نفس الحكاية؟ الإمام الشافعي كتب الفقه بتاعه في العراق، فلما جه مصر لقى البيئة مختلفة فقال لا أنا أرأي اختلفت تماما. عشان كده يقول لك قال الشافعي في القديم وفي الحديث. بسمة أمل للشجاعة، بسمة أمل إنك تقول الصح، مش مهم الناس شايفة إيه. بسمة أمل بتقول لك اوعى للعند علشان تمشي حالك وتعند مع نفسك وانت شايف الصح فين. قول الصح وساعتها هتكون عظيم قدام نفسك وقدام العالم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.